السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين تكونوا في صحه جيده. كيف كتشوفوا في هذا الفيديو ديال اليوم، غادي نقدم لكم واحد الوجبه مغايره عن العاده بسمك ديال السردين اللي غادي يكون معمر بواحد الحشوه اللي رائعه. بخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. كيف كتشوفوا، انا هنا خديت تقريبا كيلو ديال السردين، نقيته مزيان، ضروري تحيدوا داك الشوك اللي كيكون في الجناب. وهنايا عندنا لا موطارد، وهنايا الربع مخلط مقطع، وهنايا حكيت بطاطا وبصله كيف كتشوفوا. والعطريه غادي نحتاجوا البزار، سكينجبير، البابريكا والملحه، وكذلك تقدروا تستعملوا زيت نباتيه اولا زيت الزيتون كيف كتشوفوا. دابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه البنات، غادي ناخذ هاد البطاطا والبصله، غادي ندير معاهم هاد العطريه هادي، والربيع حتى هو اللي قطعت. غادي ندير معلقه صغيره ديال لا موطارد، غادي نضيف تقريبا شي هكاك شويه ديال زيت العود، نص كاس ما عامرش اولا جوج معالق كبار، يعني القياس اللي تجمع ليه شويه هذيك البطاطا والبصله. تقدروا ديروا زيت نباتي كما قلت لكم. كيف قلت لكم راه خلطه مغايره عن العاده. نبدلو شويه الحشوه ديال الربيع والثومه، فحتى الحشوه راه رائعه، كتجي لذيذه بزاف، لذاقه كتعجبو. كنتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا الخبر، وما تنساوش واحد لايك للفيديو الا عجبكم طبيعه الحال، واللي جديد كيزور قناتي لاول مره ما تنساوش تشاركوا معايا باش هكا يبقى يوصلكم كل جديد. دابا صافي راني خلطت هذا الشيء مزيان، دابا غادي نبدا ندير هاد الحشوه في السردين. ناخذ هكا الحوطه كيف قلت لكم، من الافضل يكون كبير شويه على حسب الموجود عاوتاني، غير هو كيجي هكا في واحد فاش كنبغيو نلويو كيجي مزيان. صافي كنبدا نوزع هكا الحشوه، وكنجيب من هاد البلاصه هادي، من هاد القنت هذا، راني خديت صينيه ديال الفرن، تقدروا ديروا الطاوة اللي موجود عندكم. صافي دهنتها بالزيت، وغادي نحط فيها هاد السردين هذا، غادي نستعمل حتى نكمل. سمحوا لي البنات نسيت ما قلت لكم، ضروري كتعصروا شويه ديال الماء من الحشوه. هذه هي الصينيه ديال السمكه البنات، كملتها، دهنت السردين من الفوق، ضروري دهنوا بالزيت نباتيه. دابا راه غادي ندخلو الفران، ديجا سخنتو، شعل عليه الفوق لتحت على درجة حرارة 160، خليكم معايا باش تشوفوا الطبق النهائي. بنات انا غنخرج دابا هاد الصينية من الفران، كيف كتشوفوا راه باقي سخون، هانتوما كتسمعوا الصوت. كنتمنى البنات تجربوا هاد الوصفة ديال السردين معمر بهذيك الخلطة زوينة رائعه، كنتمنى تعجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك لهذا الفيديو، واللي جديد كيشوف قناتي لاول مره ما تنساوش تشاركوا معايا. الى اللقاء ان شاء الله.